الله أكبر. الناس يموتوا كل يوم وبالعشرات، سواء من الحرب أو من الجوع أو من الأمراض. أنا أعرف إنه الفن لن يقدم شيء، لن يعين الفقراء، لكنه على الأقل يقدم رسالة ويعبر عن ألم الناس. إذا لم يظهر الفن في وقت الحرب، متى سيظهر؟ وقت السلم. وقت السلم تتواجد أشياء كثيرة. رسم على الجدران بسيط ومتواضع، لكنها مليئة بالجمال، وكل واحد كان يخرج اللي داخله ويرسم عرض الجدار. انتشرت الفكرة في عدة مدن، منها أبو تعز والحديدة وعدن، خرجوا أيضا في حملات، وبعض الشباب كان يخرجوا يرسموا بأنفسهم. كل حملة تحمل نوعا ما ثيم مختلف أو خلفية أو موضوع معين، بالغالب يتناقش قضايا اجتماعية وسياسية تعاني منها اليمن والمجتمع اليمني، وهي محاولة لإيصال صوت المجتمع المحلي للمجتمع العربي. الإيمان بفكرة أن يكون للشخص دور في الحياة، دور معين ولو بسيط، ويحاول السعي لأجله لإنجازه، هذا شيء جيد. سأعمل ما أستطيع لأجل أن أنجز شيء أشعر أنه يمثلني، حتى لو لم يكن هناك أي عائد. لازالت جداريتي الآن، وإحنا في رابع عام، ما زالت موجودة في الشارع اليمني، وهذا أمر جميل جدا، لم يتم طمسها ولم يتم التعرض لها. اليمنيين معانوا كثيرا في الكراهية، معانوا كثير في الكراهية، في أشياء كثيرة جدا كان ممكن يعنوا فيها. اليمنيين بطبيعتهم يحبوا أي شيء جميل، وما حصل بالنسبة في هذه الفترة من حروب وصراعات، لأن هناك نخبة لم تمثل اليمنيين حق تمثيل. السياسيين خذلوا، والنخب بشكل عام خذلوا مجتمعهم، فبالتالي هو الوضع شوي سيء للغاية. لكن بلا شك، وهذا هو الزمن، يتغير دائما، لن تدوم. سيحتاج الناس سيصلوا إلى فكرة أنه هم بحاجة إلى دولة، وسيخرجوا لأجل الدولة، لأجل دولة مدنية، دولة عادلة، دولة خالية من الفساد. لا بد أن يخرجوا. الفن بحد ذاته يوجد في وقت الحرب، هو محاولة للقول أنه إحنا نشي سلامه.